اهلا وسهلا بالمشاهدين، تحيه صباحيه نديه لكل اللي انضموا الان لمتابعتنا عبر الهواء مباشره. نتكلم دائما عن تطور وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا التطور خلق للصحافه الورقيه ان تتكيف مع هذه الطفره التكنولوجيه الكبيره باقامه مواقع الكترونيه وايضا قنوات على منصات التواصل الاجتماعي على كافه المنصات، يعني حتى انه تكون مواكبه للتطور وتكون حريصة على نقل المعلومة بشكل صادق، لأن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت في الفترة الأخيرة تنقل كثير من الأخبار الزائفة، لذلك لزاما على هذه المنصات اللي هي بوابة كانت الأخبار الصادقة أنه تكون حاضرة. ده تمدد كبير خلق لأجسام صحفية وإعلاميين أنه يكون في جمعية عامة تحفظ الحقوق أولا، وأيضا تساعد بصورة كبيرة على التدريب، لأن التطور ده بيخلق جانب من يعني نقل الأخبار، وده بيحتاج لمواكبه مستمره وتدريب مستمر. نحن سعداء صباحا انه نستضيف الاستاذ عبد الباقي جباره، رئيس جمعيه الصحافه الالكترونيه. اهلا وسهلا، صباح الخير. اهلا وسهلا ومرحبا بك ومرحبا بقناه الشروق، والتحيه للمشاهدين والمتابعين الكرام في هذا الصباح الجميل. استاذ عبد الباقي، لفتره طويله الناس كانت بتتكلم عن استمراريه منصات الاعلام التقليدي، إذا كان الإذاعة والتلفزيون أو الصحافة، بانتشار مواقع التواصل الاجتماعي وبتطورها. فالشاهد في الأمر أنه الصحافة الورقية الإعلام التقليدي ككل انتقل لجانب المواقع أو جانب الإعلام الجديد، فده كيف يحسب يعني دليل عافية على الاستمرارية؟ والله بالتأكيد خلينا نرجع شوية أنه الصحافة الإلكترونية على وجه العموم مرت أزمتين. الأزمة الأولى هي أزمة الحريات وأزمة النظام الشمولي الذي يسيطر على الإعلام ويوجهه حسب توجهاته وحسب برامجه، واللي هو ده فترة قبل 2011. أما بعد 2011 أضيفت أزمة جديدة اللي هي الأزمة الاقتصادية التي أدت لتراجع الصحافة الورقية بشكل كبير، بجانب ظهور الإعلام الحديث والتحول للإعلام الرقمي. نحن في الصحافة الإلكترونية نتحدث دائماً على أنه نحن إعلام مسؤول، صحف إلكترونية مسؤولة، ولا نحبذ الخلط بيننا وبين وسائل التواصل الاجتماعي التي استخدمها جميع المواطنين. لما نقول صحافة إلكترونية هي مؤسسات لها إدارة ولها هيئات تحرير، وهذا التحول بدأ بشكل كبير بعد الحريات التي انطلقت في 2019 بعد التغيير الذي حدث في نتيجة لثورة 19 ديسمبر. تزايدت بشكل كبير جدا الصحافة الإلكترونية، ومن ثم نحن كلنا الصحفيين نعمل كنا في الصحف الورقية، وأنا حتى شخص ضعيف حتى العام 2020 كنت مدير تحرير لصحيفة الوطن الورقية، ثم أسست صحيفة ترياق نيوز، وظهرت عدد كبير جدا من الصحف الإلكترونية. ففكرنا في جسم يضم هذه الصحف الإلكترونية والعاملين فيها، وهم من الصحفيين الحقيقيين ممارسين للمهنة الذين فقدوا وظائفهم في الصحافة الورقية نتيجة العائد الضعيف وتراجع الصحافة الورقية بصورة كبيرة. وأيضا هنالك مساحات واسعة في الصحافة الإلكترونية تتيح للإعلام أو الصحفي أنه يقدم المادة التي يتحصل عليها بشكل مريح وشكل بدون قيود من السلطة. ففكرنا نحن مجموعة من الصحفيين بأنه ننشي جسم يضمنا في ظل غياب تام لاتحاد الصحفيين السودانيين بعد تم حله وعدم توافق الأجسام الصحفية للوصول لنقابة تمثل الصحفيين. فنحن فكرنا في ننشي جمعية الصحافة الإلكترونية وفقا لقانون العمل الطوعي والإنساني حتى لا نفقد حقنا في الجسم النقابي الذي يتم. وبالفعل هذا ما حصل الآن، هنالك نقابة للصحفيين السودانيين نحن أعضاء وجزء أصيل منها ومساهمين في الوصول لهذا الإنجاز، لكن احتفظنا بجمعيتنا جمعية الصحافة الإلكترونية السودانية التي تأسست في العام في سبتمبر 2020، وهي بدأت بحوالي 13 صحيفة إلكترونية وحوالي 33 صحفي وصحفية. الآن عدد الصحف الإلكترونية المنضوية تحت لواء جمعية الصحافة الإلكترونية حوالي 60 صحيفة إلكترونية وحوالي 400 صحفي وصحفية. طيب أستاذ عبد الباقي، عشان نفصل تدريجيا والمشاهد برضه يكون معانا في الصورة، المنضمين أو الآن الأعضاء جمعية الصحافة الإلكترونية هم فقط الذين فصلوا من الصحافة الورقية أو تركوا العمل، ولا برضو في إجمالي أنه صحفيين شغالين الآن في الصحافة الورقية وهم برضو لجوا للصحافة الإلكترونية؟
والله حقيقة يعني الصحافة الإلكترونية الآن بحسب المساحات الكبيرة المتاحة فيها حقيقة في هنالك دخلاء على هذا المجال. كثير من الجهات لم يكن لهم علاقة بالإعلام أنشئوا مواقع إلكترونية وأصبحوا يعتبرون نفسهم الصحفيين، لكن نحن أبناء هذا الكار نعرف من هو الصحفي ومن الذي لا صحفي. لكن شروط عضوية جمعية الصحافة الإلكترونية تشترط أن يكون لك علاقة بالصحافة الإلكترونية بشكل أو بآخر. أنا أقصد هنا يعني الزول اللي معاكم في جمعية، عضو في جمعية الصحافة الإلكترونية، هل بالضرورة إنه الشخص اللي ترك الصحافة الورقية، ولا في الصحافة الورقية برضه ممكن يكون عنده حق في الصحافة الإلكترونية؟ والله حقيقة إحنا الآن شايفين الإعلام كله تحول إلكتروني، حتى الصحف الورقية نفسها الآن عندها مواقع على الشبكة العنكبوتية، فبالتالي كل الصحفيين الآن نحن نعتبره في الإعلام الحديث أي صحفي تقدم لنا نحن نقبل عضويته، بالتالي حتى الصحفيين اللي بيعملوا في الصحف الورقية بيعملوا في مواقع إلكترونية، فبالتالي كلهم الآن الصحافة الإلكترونية. أنا لأنه سألت السؤال ده لأنه كثير من الصحفيين في الصحافة الورقية بيتكلموا عن إبراز شروط معينة، إذا كان الصحافة الورقية فيها جانب بتاع نفقات عالية والعائد المادي بتاعه بسيط مثلا وبتدفع ضرائب، فالمعظم المعلنين اللي بيخلوا الصحافة الورقية انه تنتعش وتستمر يعني بيتجهوا للإعلام الإلكتروني او بعض المواقع الإلكترونية ما الخاصة بالجمعية، فلذلك بيقولوا لازم انه برضو تفرض رسوم من جهات المسؤولة على المواقع الإلكترونية حتى انه يقدر يوازن بين الصحافة الورقية والصحافة الإلكترونية. هو سؤالك ده فيه اكثر من محور، فيه محور اقتصادي ودي اقتصاديات الصحافة، ونحن بنتحدث عن تقليل التكلفة في الصحافة الإلكترونية، غلل الصحافة لأنه ما محتاج لورق، ما محتاج لعمالة كثيرة، لكن أيضا محتاجة تقنيات ومحتاجة الإنترنت غالي جدا، والمشتغلين في الصحافة الإلكترونية زمانا الصحفي يكتب لك تقرير ولا خبر ولا حوار في يوم واحد ويمشي إلى اليوم الثاني، الآن الصحفي يشتغل على مدى 24 ساعة في الصحافة الإلكترونية، بالتالي برضو هنالك ثمن يدفع في الصحافة الإلكترونية. المحور الآخر بيتحدث عنه اللي هو قواعد، يعني إحنا الآن صحيح الصحافة الإلكترونية لا توجد ضوابط محددة تغيّد الصحافة الإلكترونية شروط الخدمة وما شابه ذلك، لكن أخلاقيات المهنة وضوابط المهنة الصحافة هي كما هي، يعني في الصحافة الورقية أو في الصحافة الإلكترونية هي، لكن الاقتصاديات بتختلف. صناعة الصحافة الورقية التي تشترط أن يكون هناك مقر ثابت في دوام للعاملين يأتوا في ورق، هنالك حاجة ملموسة مادية صحافة ومطبعة وما شابه ذلك ومراحل كثيرة جدا حتى أنه تصل الصحافة أو المادة الصحفية تصل للقارئ في المكتبات لليوم الثاني، فبالتالي الآن نحن الخبر عندنا 30 ثانية من وقوعه يمكن يصل جميع أنحاء العالم، فبالتالي دي جوانب كثيرة ومحاور كثيرة محتاجة لمساحة كثيرة حتى نحن نتكلم عن مميزات طيب الصحافة الإلكترونية والصحافة الورقية. طيب أستاذ عبد الباقي، الصحافة الورقية بتمر بجهات برئيس تحرير ومصححين و و و هل ده موجود أيضا في الصحافة الإلكترونية عند الصحفيين الصحافة الإلكترونية إنه الأخبار بتطلع بشكل يعني بخلاصة الأخبار من مصادرها بشكل موثوق بشكل دقيق؟ يعني هي طبعا دي من واحدة من المعوقات الأساسية. أنا تحدثت عن إن المهنية وأخلاقيات المهنة هي نفس الموجودة في الإعلام بشكل عام سواء كان صحافة أو تلفزيون أو إذاعة أو صحافة ورقية، وفي الصحافة الإلكترونية كذلك. الآن الصحفي هو محاسب على مهنيته ومحاسب على أخلاقه سواء كان بيعمل في صحافة ورقية أو إلكترونية. نفس المراحل اللي بيمر بها الخبر المفروض انه يمر ياتي بالمحرر يرفع لمدير التحرير او رئيس التحرير يجيزه ويعمل كده، ويمر بالمصحح اللغوي او المدقق اللغوي، ولانه محسوب عليك الاخطاء. لكن هنالك معوقات، المعوقات الاساسيه فيها جوانب ماديه اللي هي بسبب انه الناس المؤسسين الصحافه الالكترونيه ما عندهم الامكانيات اللي تخليهم يوظفوا عدد من مثلا المدققين اللغويين، اجهزه حديثه تساعدهم في سرعه اخراج الماده من ناحيه لغويه ومن ناحيه مهنيه ومن ناحيه كده، فبالتالي يكون في استعجال في ذلك، هنالك اخطاء كثيره جدا ظهرت في الصحافه الالكترونيه. فبالتالي اول ما توفرت للصحافه الالكترونيه الامكانيات هي نفس الضوابط ونفس الشروط اللي بتنطبق على المادة الصحفية سواء كان خبر أو تقرير أو تحقيق في الصحافة الورقية ينطبق على الصحافة الإلكترونية. فالآن ما في حد متابع أو مشاهد بيعذرك إنك أنت لأنك ما عندك إمكانيات أو ردت كلمة لغوية أو نحوية غلط أو جملة غلط أو معلومة غلط. طيب. فأنت محاسب كصحفي على ذلك الآن، ونحن منسوبين نجتهد
وفكرنا في ده معالجة تعويض الجانب المادي في هذا العصور بالتدريب. واحد هذا واحد من الأهداف التي قامت من أجلها جمعية الصحافة الإلكترونية، تأهيل وتدريب الصحفيين حتى إنه يواظبوا السرعة، وهو ده العامل الأساسي في الصحافة الإلكترونية هو السرعة. طيب في جانب التدريب وانت تحدثت عنه ونجيب فيه شوية، التدريب ما أصبح فقط هو تحرير خبر على المنصات، فبرضو التدريب هو يواكب لصحافة المواطن، صحافة الموبايل يعني، ففي أساليب جديدة مونتاج، أساليب جديدة لكتابة الخبر، فإنتوا التدريب ده فكرتكم ليه وشنو في الجمعية؟ طيب فكرتنا لأنه أساساً أصلاً التحول من الصحافة الورقية للصحافة الإلكترونية ما بقول حصل فجأة، صحيح تدرج، لكن التغيير الكبير حصل بسرعة كبيرة جدا. فبالتالي الزمان الصحفي اللي بيجيب المعلومة قد يكون متدرب أو صحفي جديد أو صحفي مستعجل جاب المعلومة بيقوم بيديها للمشرف عليه مباشرة، سواء كان رئيس قسم أو محرر عام أو مدير تحرير، بيمر بكم مرحلة. الآن الصحفي والمحرر لازم يكون شامل، عندك انت تقدر تحصل المعلومه نمره واحد، تقدر تسيقها بصياغه مهنيه بقواعد المهنه الخبر بقواعد معروفه، انه يجاوب على الاسئله المعروفه كيف وكيف ومن ولماذا وهذا كذا الشروط المعروفه لقواعد الخبر، ثم انك انت تحرر الصوره نفسها محتاجه لمعالجات تمنتجها، تعمل لها الاضاءه، تعمل لها الحجم الحقيقي الصوره كده، بالاضافه انك انت تختار العنوان، دي زمان كلها بيقوموا بها يعني أشخاص مختلفين، يعني المحرر، رئيس القسم، المدقق اللغوي، المصحح، المصمم. إذا الآن الصحفي هو يجيب المعلومة ويحررها ويصممها ويرفعها في الموقع، فبالتالي نحن التدريب اللي بنعمل عليه في جمعية الصحافة بنعلمك هذه المهارات، بنعلمك أنت المفروض تجينا على الأقل عندك الحد الأدنى بأنك أنت صحفي عارف أنك أنت تتعامل أخلاقيا كيف مع المعلومة دي، أنها تعالجها في قالب صحفي. دي على اللي قال المفروض تجينا بالحاجه دي، حتى كان جيتنا انه طالب اعلام بنعذرك، لكن كان جيت من صحفي ما بكون عندك العذر انك انت ما عارف ابجديات العمل الصحفي. طيب. الحاجات اللي بنضيفها لك انه كنا نوريك انه مثلا صحيح متطلب السرعه العاجله في انك انت في ظرف دقائق فقط محتاج انك تحرر الصوره وتعالج تحرر الخبر وتعالج الصوره وتصممه وترفعه في قالب وتوزعه وتصنفه، تصنفه خبر، تقرير، حوار، يعني منوعات، رياضه، كل ده الأقسام، هذه الأقسام موجودة في الصحيفة طيب. الإلكترونية. طيب أستاذ عبد الباقي، الشاهد إنه غير الصحافة الإلكترونية يعني صحافة المواطن أو الإعلام الجديد، إنه أي شخص بينشر ما يشاء من أخبار، وفي أخبار تهدد الأمن القومي، أخبار تثير الفتن وكذا، فشاهد في الصحافة الإلكترونية فيها ضبط زي ما ذكرت أنت، فقدر كيف ممكن هي تقدر تشيل كل شوائب المنصات، إنه تقدر تقنن كثير من الأخبار، تقدر تصل المعلومة بشكل سريع، وتقدر برضو تنقل المعلومة بشكل أسرع يعني عشان ما تنتشر كثير من الأخبار الزائفة. هو طبعا أول شيء ده موضوع كبير جدا، وموضوع محتاج أكثر من جهة تتضافر فيه جهود محليا ودوليا. بالمناسبة نحن في جمعية الصحافة الإلكترونية الآن نحن من المؤسسين للاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني، والشخص الضعيف أمين السر للاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني، وأسسنا هذا الاتحاد ده لأنه أصبحت الصحافة بلا قيود، ممكن احنا مجموعه من الدول انه نحن نتفق على شكل معين من التدريب وشكل من التواصل. فهذه القضيه قضيه كبيره جدا، الشاهد فيها انه الناس بيفتكروا كل ما ينشر او كل ما شخص عمل له صفحه على وسائل التواصل الاجتماعي سواء كان فيسبوك او انستغرام وتويتر وغيرها انه هذا صحفي، لا، ليس كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي. نحن نفرق بين هذه المواعيد، مواعيد الصفحات الشخصية وقد تكون بأسماء وهمية، هذه لا تسمى صحافة. صحافة لازم تنضبط بقواعد المعروفة المهنية، ودي محتاجة لتوعية للرأي العام. كل ما نشر يعني ليس صادر من صحفي ولا صادر من مؤسسة إعلامية معروفة لا اسمها، لما نقول صحيفة إلكترونية المفروض يكون عندها عنوان معروف، شخص معروف مسؤول منها، ودي واحدة من الحاجات اللي بتساعد في المهنية اللي بتخلي الناس تتحاشى الأكاذيب وإطلاق الإشاعات. أطلق الإشاعات نفسها عندها أسباب عدة، السبب الرئيسي منها حق الحصول على المعلومات، وهذه مسؤولية الدولة، إنها المفروض تتيح للإعلام حق الحصول على المعلومات في المؤسسات وفي وقتها المناسب. هناك بعض المؤسسات تتعامل تمنح المعلومة للصحفيين والإعلاميين، لكن قد تتأخر والإعلام الجديد أصبح لا ينتظر. يعني إحنا كمسؤولين في الدولة وكمواطنين وكإعلاميين يجب أن نواكب هذا التغيير الكبير، محتاج انه الان الوزارات دي كلها
يجب ان تغير عقليتها القديمه ان تتحول من الاعلام مكاتب الاعلام والاعلانات العامه التي تلف حول المسؤول الاول في المؤسسه ان تتنزل للادارات الاخرى في المؤسسه المعلومه حتى توصل المعلومات الصحيحه في وقتها. دي واحده من الحاجات اللي بنحاربها الاشاعات والاكاذيب. الحاجه الثانيه قله التدريب. قلة التدريب هي برضو بتقود للإشاعات لأنه أساساً لما مجموعة من الصحفيين عمل لهم دورات تدريبية وأهلهم وأساعدهم مهنياً بيتأهلوا كده ما بكونوا قاصدين. في ناس بيرتكبوا إشاعات واحد داري ينشر الخبر بسرعة وكده وهنا قلة التدريب وهنا كده. لكن في صف ثالث اللي هو الإشاعات والأكاذيب المصنوعة وذات القرض ودي صحة أيوة. القرض وطبعاً حاصلة لما نحن نوفر الضلعين الأساسيين أو الثلاثة أضلاع اللي هو نوفر الإمكانيات المادية وندرب الإعلاميين ونمنحهم ويتحصلوا على المعلومات الصحيحة من مصادرها في الوقت المناسب بنقدر على الصحافة ذات القرض من حاصرة وبتنتهي كده الإشاعة ومنقللها بصورة كبيرة. طيب سعد الباقي فضل لنا دقيقتين عايزين ناخذ فيهم جانب بتاع تشبيك العلاقات الخارجية في أجسام أخرى جمعيات صحافة إلكترونية على مستوى الوطن العربي والإقليم قدروا كيف ممكن برضو التشبيك ده مهم لإثراء المحتوى وأيضا للتشبيك في جانب التدريب يعني. يا سيدي الآن أنا مثلا بقول لك نحن السودان فيه نحن عضويتنا فيها 60 صحيفة إلكترونية وهنالك 30 صحيفة إلكترونية ما في عضويتنا لكن حوالي 500 موقع أو صحيفة إلكترونية خارج السودان وهي مهتمة بالشأن السوداني. واحدة من الحاجات اللي بتساعدنا في هنا كده إنه التشبيك مع الدول الأخرى من العاملين المشتغلين في هذا المجال الإعلام الإلكتروني لما نكون في علاقات بيننا وبينه ونحن ننفذ مشروعات سوا سواء كانوا ورش تدريبية أو مشروعات مشتركة ترفع مستوى العاملين في هذا المجال نحن الآن نكون وضعنا يدنا على جغرافيا على الأماكن اللي بتصدر منها هذه المعلومات الإعلام المستهدف لدى نحن من حاربه ومن حاصره في مواقع انتشر منها بالتالي يعني وبنتبادل المعلومات والخبرات والحاجات كثيرة جدا جدا وبل ليه الإعلام ما المفروض منه بس إنه يفضل على إشاعات والأخبار وينقل فقط بل أن إحنا بنفكر في تحسين المحتوى تحسين المحتوى ده علاقاتنا الخارجية بيكون في تلاقح ثقافات وفي ترويج للاستثمار في هنا وإبراز محاسن دولتنا ومجتمعنا وحاجاتنا زي دي بيتم بالعلاقات والشراكات مع المشروعات مع الدول الدول الأخرى بالإضافة لأنه نحن الآن السودان ده فيه محتوى ما تتخيل كلنا نحن ما قادرين نحكيه تراه كبير تراه محتاج فبالتالي حقيقة أنا موضوع كبير وأنا شايف صحيح الموضوع متمدد ويعني أي محور أي محور فيه جانب كبير يعني إذا تكلمنا عن صحافة وجانب الإدهاش والرؤية البصرية برضو محتاج لجانب آخر وتكلمنا عن ثراء السودان محتاج لفقرات وفقرات كتر خيرك أستاذ عبد الباقي جبار رئيس جمعية الصحافة الإلكترونية على حضورك صباحا في صباح الشروق شكرا جزيلا تحية لكم وأستاذ عبد الباقي تكلم عن ثراء السودان وتمدد السودان وجغرافية السودان إنه كيف برضو نقدر نبرزها للعالم الخارجي من خلال إثراء المحتوى السوداني في الصحافة الإلكترونية وده الجزء اللي دأبت عليه قناة الشروق في إثراء المحتوى السوداني بوصول كاميرا قناة الشروق لمناطق السودان الممتدة الواسعة حتى أنه تنقل روعة المكان وجمال الإنسان. نرتحل معكم الآن مشاهدينا عبر صباح الشروق إلى نيالة لنتابع بلدنا حلوة.